بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أعزائي أولادي وبناتي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الفنية التجارية والفندقية، مرحب بكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من مادة محاسبة تكاليف الفندقية لطلبة المدارس الفندقية. آخر حاجة خدناها اللي هي القوائم الخاصة بالفندق وأقسامه، وخدنا قسمين اللي هما قسم الغرف والإقامة وقسم الأطعمة والمشروبات لو تفتكروا. يبقى دي قسمين خدنا بهم قائمتين اللي هي نتائج الأعمال وقائمة التكاليف، بس التكاليف في الأول قبل نتائج الأعمال طبعا، عشان ما بتيجي تشتغل بتصور القائمتين قدامك وتشتغل عليهم وتعمل حسابي وكده. فأنا عندي كم قسم؟ 4 أقسام. القسم الأولاني قلت الغرف والإقامة، الثانية الأطعمة والمشروبات، ودول خدناهم. فاضل لي قسمين جداد، القوائم المالية اللي هي قائمة التكاليف وقائمة نتائج الأعمال، لقسمين لسه ما خدناهمش. يعني حسب وقت الحلقة، إن ربنا قدرنا وخلصنا في 2 3 4 يعني احنا حظنا. القسم الثالث اللي هو قائمة التكاليف ونتائج والأعمال لقسم التليفون والتليكس، ده نمرة 3. واحد يقول لي نمرة 4، نمرة 4 إن شاء الله هنخلصه برضو إن شاء الله يعني في الحلقات القادمة، اللي هو قائمة التكاليف ونتائج الأعمال لقسم الغسيل والكي. يبقى احنا خدنا كم قسم؟ 4 أقسام. بعد ما خلص القسمين اللي لسه ما خدناهمش، في النهاية خالص نعمل قائمة التكاليف ونتائج الأعمال للفندق ككل، للفندق ككل مع بعضه. يعني النهاردة هنخلص القسمين دول، ما خلص القسمين دول اللي هما التليفون والتليكس والغسيل والكي، هخش في الايه؟ قائمة التكاليف ونتائج الأعمال للفندق ككل. طيب خش في الموضوع يا عم مجدي. بص يا سيدي، قائمة التكاليف ونتائج الأعمال لقسم الغسيل أو التليفون، آسف، التليفون والتليكس، بتتمثل عناصر التكاليف فيهم أي تكاليف عبارة عن 3 زي ما احنا اتفقنا عليهم وما اختلفناش، اللي هما المواد المباشرة، الأجور المباشرة، والمصروفات. طيب النهاردة ده قسم اسمه تليفون والتليكس، ايه المواد المباشرة بتاعته؟ هل زي قسم الأطعمة والمشروبات؟ هل زي قسم الغرف والإقامة المادة بتاعته؟ لا، المادة بتاعته النهاردة بتتمثل في الآتي قدامك على الشاشة اهو. تكلفة المواد المباشرة تتمثل في المكالمات محلية وخارجية. محلية يعني داخل حدود البلد دولتي، خارجية يعني بره البلد. يبقى إذن تكلفة المكالمات دي، المكالمات دي مكلفاني قد إيه؟ يبقى هو ده اسمه تكلفة المواد المباشرة. إذن نقطة مهمة جدا في هذا القسم اللي هو التليفون والتليكس، تكلفة المواد المباشرة تتمثل في إيه؟ مرة تانية، مكالمات محلية وخارجية. وكذلك أيضا تكلفة التليكس، تكلفة التليكس بالنسبة لما يخص النزلاء فقط، النزيل بس، النزيل يعني الضيف اللي هو ايه جوه الفندق. اما المكالمات بقى والتليكس اللي بتخص الاداره، لا دي اسمها اداريه وتمويليه. احسن واحد يفتكرنا ان احنا بنتكلم عن التليفون الداخلي جوه الفندق، لا دي اداريه وتمويليه. انما المكالمات اللي هي للنزلاء، مش الناس الاداريين اللي شغالين جوه الفندق، يعني فهمتوها؟ النزلاء الناس اللي بره عايز يتصل بحد، هو مثلا قاعد فندق في القاهره عايز يتصل بفندق في الاسكندريه، بدي مكالمه محليه. قاعد في اسوان وعايز يتصل براجل في القاهره، يبقى محليه. قاعد في اسكندريه وعايز يتصل بواحد بره البلد في دوله من الدول الاخرى، يبقى دي مكالمه خارجيه، السعوديه او الامارات او الاردن او البحرين او غيره، يبقى دي تعتبر مكالمه خارجيه. لازم نفرق بين الاثنين، محليه داخل حدود دولتي انا مصر،
وخارجية اللي هي بره حدود البلد. يبقى عرفنا احنا دلوقتي المواد المباشرة بتتمثل في ايه؟ تكلفة المكالمات، خلاص يعني المجدي فهمناها. نخش على تكلفة الأجور المباشرة. بص يا حضرات يا ولادي يا بناتي، خلي بالكم الأجور المباشرة بالنسبة لهذا القسم بتتمثل في أدوات كتابية، مطبوعات، إيجار. يعني أنا معلش أنا فات بتكلم عن قسم الإيه؟ التليفون والتيلكس. أجرت أجهزة، أجرت خطوط تليفون، كل دي تعتبر مصروفات مباشرة. لو أنا ما دفعش إيجار الأجهزة والخطوط هقف مش هشتغل. يبقى المصروفات المباشرة تتمثل في أدوات كتابية، قلم، مسطرة، أستيكة، دفتر، مش عارف، حبر، كشاكيل، أحبار، اسم أدوات كتابية، دباسة، آلة حاسبة، أدوات. نخش في الإيه؟ في الأدوات الكتابية. إنما الإيجار الأجهزة والخطوط التليفون ده كله ومصروفات متنوعة أخرى تعتبر هي دي تكلفة المصروفات. يبقى أنا عرفت تكلفة المصروفات المباشرة بتتمثل في إيه؟ ومواد مباشرة بتتمثل في إيه؟ الأجور. ساعات يقول لك إيه بقى في الأجور؟ طب الأجور دي بتتمثل في إيه؟ أجور المرتبات ومزايا عينية، تأمينات اجتماعية، تخش تحت هذا البند، بس بشرط بتخص العاملين بقسم إيه؟ التليفون والتيلكس. أنا مش دعوة بالقسم الأولاني ولا الثاني ولا الثالث، الرابع لسه ما خدتوش. أنا بتكلم عن قسم التليفون والتيلكس. أجور ناس شغالة في هذا القسم، مرتبات، مكافئات، كل دي تعتبر تخش تحت بند الأجور. يبقى أنا اتكلمت عن ثلاث حاجات أساسية: المواد، الأجور، المصروفات. عناصر التكاليف غير المباشرة بتتمثل في الآتي: أنا عندي تكاليف صناعية غير مباشرة، منها الثابت ومنها المتغير. إذا علم الثابت عرفت المتغير، وإذا علم المتغير عرفت الثابت، صح؟ تمام؟ هكذا الحال برضو في التكاليف التسويقية غير المباشرة، برضو بتتمثل في الآتي: بيقول لي إجمالي التكاليف التسويقية مثلا 10,000 جنيه، منها 2000 متغير، يبقى الثابت كام؟ 8. 2000 من 10 كام؟ 2000 من 10,000 يبقى 8,000. التكاليف الاداريه والتمويليه ديت مفيش فيها جدال، مفيش فيها، كلها معروفه انها ثابته وبتتحط في قائمه نتائج الاعمال على طول في الاربع اقسام اللي هم خاصين بالفندق، وايضا قائمه التكاليف ونتائج الاعمال كالفندق ككل. الاداريه والتمويليه ديت لا تدرك على الاطلاق في قائمه التكاليف. امال بتدرك فين؟ في قائمه نتائج الاعمال. واضح؟ واضح. طيب يبقى هنا ادي التكاليف غير مباشره تتمثل في التكاليف الصناعيه زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه اهو غير مباشره، والتكاليف التسويقيه غير مباشره، والتكاليف الاداريه والايه؟ والتمويليه. طيب ابدا كده معايا بقى كده في حته تمرين صغير علشان نفهم الكلام ده بيقول ايه، ويا ريت بالورقه والقلم نبدا نشتغل مع بعض. بالورقه والقلم اشتغل معايا من فضلك بعد اذنك. في ميال البيانات المستخرجه من دفاتر فندق سمير رميس عن الفترة المحاسبية المنتهية في 31/12/2009 بالنسبة، خلي بالك حدد لي بالنسبة لإيه؟ لقسم التليفون والتيلكس. أول ما يجي لك قسم التليفون والتيلكس يبقى على طول حدد لك قسم معين. طبعًا في السنوات الأخيرة كان معلق على الغرف والإقامة والأطعمة والمشروبات، إنما أنا ما استبعدش القسمين دول. لازم تلم دول وفي الآخر تلم بالإيه؟ بالفندق ككل، قائمة التكاليف ونتائج الأعمال للفندق ككل. بص معايا هنا يا سيدي، أول نقطة قدامك على الشاشة إيراد المكالمات 190,000 جنيه. يبقى أنا عايز أسجل البيانات دي عند نقطة نقطة كده على أساس تفنط التمرين، هتعمل تمهيد حسابي، لأن التمهيد أو الإرشادات الحسابية اللي حضرتك بتعملها بتبقى مخصص لها درجة. حتى بينص كده في ورقة الأسئلة يقول لك الإرشادات الحسابية أو التمهيد الحسابي اللي حضرتك بتعمله، حضرتك يا بنتي بتعمليه، ده كله بيخصص له إيه؟ درجة. فعشان كده امشي واحدة واحدة عشان تفهم وتكمله كده وتبقوا زي الفل ان شاء الله. خلي بالكم علشان الوقت اللي احنا فيه طبعا وقت عصيب، ولا مدارس ولا غيره ولا كده، فانتوا في امس الحاجة لكلمتين من عمكم مجدي زي دول هيحفظكم المنهج كله بجد. انا مش بجاملك، دي حقيقة وده حقكم علينا. طبعا لازم تابعونا وشوفوا ايه النتيجة في الاخر. هتلاقي المحاسب التكاليف الفندقية اللي 90% مش عايز اقول لكم يعني من الطلبة بيجيبوا فيها درجات ضعيفة، واللي بيملحق فيها بيطلع دور تاني فيها المادة دي. ليه؟ مع انها سهلة قدامكم اهو، عشان خاطر معلش
احنا ما نجريش يعني ايه ونقعد كده مع بعضنا ومش عارف ايه ونقعد من القعده يا مولاي كما خلقتني، لا تابع معايا هتلاقي نفسك 10 على 10 بلا فخر يعني. معلش انا بقول لكم الكلام ده بصفتي ان انا كنت موجه عام للماده دي في محافظه الالوبيه، فعلشان كده خلي بالك معايا وتابعني هتلاقي الخبره كلها قدامك وبفكك لك كل حاجه ونازل لمستواك خالص. يعني انا معلش يعني ايه انا ما بتعلاش بنفسي، يعني ممكن اشرح باسلوب واخلص بس مش هتفهم حاجه، انما انا بنزل بمستوايا خالص مع حضرتك. لا مع احترامي لكم طبعا، انا عارف انكم كلكم شطار وكويسين، بس تابعوا الماده دي عشان ما تطلعوش ما تتخلفوش فيها وما تجيبوش فيها درجه اي كلام. كليه السياحه والفنادق مستنياكم. طيب ادي ايراد المكالمات قد ايه يا مستر؟ 190,000 جنيه. معلش انت مش هتكتب كده في امتحان، انت هتبدا تحل. انا بفكك لك التمرين كله على اساس لو اتعمل التمرين الحسابي بتاعه وخلاص نفضت التمرين كله قدامك، هتسكن كل حاجه في مكانها السليم في القائمتين المطلوبين منك. لان في نهايه التمرين خلاص بيقول لك ايه؟ المطلوب اعداد قائمه التكاليف وايه؟ ونتائج الاعمال لان قص التليفون والتليكس. علشان كده انا بحاول افنط تمريني، اعزل فين الايراد وفين الحاجات اللي سمحت فيها سمحت بيها اللي هم بينزلوا في قائمه نتائج الاعمال، ويا ريتك قلم رصاص كده على صغير كده مع نفسك كده وانت في الامتحان عادي عادي عشان كتذكره. الوقت الزمني بتاع الماده دي يمكن ساعتين ونص او ثلاث ساعات، يبقى انت بالقلم الرصاص على خفيف كده اهوت الايراد دي قائمه نتائج الاعمال، ايراد المكالمات يبقى دي ايراد المكالمات. خدنا عموله على المكالمات، ايراد ولا مش ايراد؟ ايراد ايراد، يبقى برضه عموله المكالمات ايراد بكام؟ ب 20,000 جنيه. ماشي، يبقى انا حصرت حاجتين ايرادات اهو لهذا القسم، الايراد العادي زائد العموله بناخدها عليه. المسموحات والخصومات، حضرتك سمحت في 10,000 جنيه مسموحات، المسموحات والخصومات لقسم ايه؟ ردوا عليا يا اولادي، ردوا عليا يا بناتي، قسم ايه اللي انا بتكلم فيه؟ قسم التليفون والتليكس. سمحت وخصمت قد ايه؟ 10,000 جنيه. يبقى انا كده ثلاث ارقام دول هيفيدوني جدا جدا بالنسبه لقائمه ايه؟ انا عايز اسمع قائمه ايه؟ نتائج الاعمال. تمام، كمل كلامك معايا. تكلفه المكالمات، دخلت بقى في قائمه التكلفه، يبقى دي قائمه التكاليف. قائمه التكاليف اللي تشمل ثلاث حاجات اللي هي المواد والاجور والمصروفات. المواد والاجور والايه والمصروفات. يبقى اول نقطه قدامي تكلفه المواد يا عم مجدي بتساوي اللي هي تكلفه المكالمات. حتى لو بصيت انت في التمهيد الحسابي اللي عندك تحت في الاخر قدامك اهو، بس انا بفنط لك التمرين قبل ما تبص في التمهيد بتاع الحل. عايزين نحل احنا مع بعض كده الاول على الهوا، وبعد ما نحل هنشوف كل حاجه على الطبيعه قدامنا. يبقى كده المعلومه ثبتت، يبقى انت ما انتش محتاج حاجه تاني، يبقى لازم تتابعني مره واثنين وثلاثه والحلقه معاك. خلصت؟ راجع راجع تاني هتلاقي نفسك كل حاجه متفنطه قدامك زي الفل. يبقى دي نقطه اللي هو تكلفه المكالمات دي، يبقى دي المواد المباشره. ايجار اجهزه وخطوط تليفون، يبقى دي انا دخلت على ايه بقى؟ على المصروفات كده، على المصروفات المباشره. يبقى المصروفات المباشره بتتمثل في ادي اول نقطه اسمه ايه؟ ايجار اجهزه وخطوط التليفون. كام 1000 جنيه؟ قال لي 10,000 جنيه. مصروفات طبعا، مصروفات ايه؟ اللي هي المصروفات كلها بما فيها مصروفات المرتبات والاجور. مرتبات والاجور، لا ده معروف ان دي اجور، مرتبات واجور يعني ايه؟ اجور. ماشي، طيب تحتها تحت المرتبات والاجور قدام سعادتك اهو، تحتها على طول في 6,000 جنيه مكافئات، تخش برضه بند الاجور. اذا ادي شوف كل عمال ايه؟ عمال انفض التمرين واحده واحده مع حضرتك على اساس يبقى انت ما تسكنش حاجه في مكان غير مكانها. انت بيتك اهو، ينفع تخش بيت الجيران؟ ما ينفعش. يبقى كل واحد يتسكن في مكانه مظبوط. خلي بالك معايا علشان تسكن صح، وانت لو مشيت نقطه نقطه كده التمرين هيظبط معاك وهيبقى 100 100 وهتاخد الدرجه النهائيه. يبقى اذا المرتبات والاجور والمكافئات ده بند اسمه بند الاجور المباشره.
خلاص ماشي. المصروفات المباشرة عبارة عن ايه زي ما اتفقنا؟ ايجار اجهزة وخطوط تليفون اللي هم دول، ادي واحدة تحت منها اهو 4000 جنيه، 4000 جنيه ادوات كتابية بس ايه خاصة بالقسم. واحد يقول لي انهي قسم يا مستر؟ اللي هو قسم الايه؟ التليفون والتليكس اللي بنتكلم فيه. ماشي. في مصروفات متنوعة، يبقى في مصروفات متنوعة مباشرة 3000 جنيه. الله الله الله، ده انا قدامي ثلاث ارقام. يبقى المصروفات النهارده بتنحصر في ثلاث ارقام. ايه هم الارقام الثلاثة دول؟ خلي بالك، ايجار اجهزة وخطوط تليفون، ادوات كتابية 4000 جنيه، و3000 جنيه مصروفات متنوعة. يبقى انا نفضت التمرين حتة حتة كده، عرفت المواد المباشرة قد ايه، وعرفت الاجور المباشرة تتمثل في ايه، وعرفت المصروفات المتنوعة تتمثل في ايه. وهتشوف قدامك في الحل دلوقتي زي الفل، بس احنا بنتكلم مع بعض، بننفض التمرين مع بعض ايه، بالورقة والقلم، برضه بالورقة والقلم زي ما انا شغال كده، على اساس انت لو مسكت القلم الايد لوحدها يا جماعة لها ذكاء، لازم تشتغل بالورقة والقلم، بالورقة والقلم، وزي ما انا بعمل كده معايا، علشان خاطر المعلومه تثبت. الايد لها ذكاء. يا اما ناس فاهمه يقول لك انا فاهم بدماغي وخلاص، ده العلم في الراس مش في الكراس. طب وبعدين يا سيد، تيجي تمسك القلم في الامتحان هتلاقي ايدك تقيله، بالرغم انك فاهم بس هتلاقي ايدك تقيله. ليه؟ لانها ما اشتغلتش. يبقى لازم الايد تشتغل مع الايه؟ مع العقل. مع العقل. في طلبه حفيظه وصميمه، بس يجي يكتب في الامتحان لو نسي كلمه يراجع تاني هينسى. يبقى دي وتلاقي ايده تقيله كده وهو بيكتب. ليه؟ لان اول مره يكتب بالورقه والقلم، انما لو مسك الورقه والقلم في ايده واشتغل هيخش الامتحان هيلاقي ايده ماشيه. طيب ادي نقطه. يبقى انا حددت الثلاث حاجات المعروفين. كمل بيت التمرين معايا من فضلك كده بعد اذنك. 30000 جنيه نصيب قسم التليفون والتليكس من التكاليف الصناعيه غير المباشره. الله 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 الله، تكاليف الصناعيه والمباشره 30000 جنيه، 30000 جنيه. ده تكاليف صناعيه غير مباشره، لقال لي كل، لقال لي دي ثابته ولا قال لي دي لحد كده ما اعرفش. ال 30000 جنيه دول قال لي تكاليف صناعيه غير مباشره وسابني. يبقى ما ينفعش افصل الثابت عن المتغير الا اذا علم احدهما. يعني ال 30000 جنيه ديت لازم يقول لي منها كذا ثابت او منها كذا متغير. هنشوف. قال لي ايه؟ قال لي منها 12000 جنيه تكاليف متغيره والباقي الثابته. يعني دي ال 30000 دي عباره عن الاتي: متغيره 12000، الباقي ثابته، الثابت كام؟ 18000 جنيه. يبقى ال 30000 جنيه يا حضرات مره ثانيه اللي هي التكاليف الصناعيه غير المباشره تتمثل في الاتي: 12000 متغير، 18000 ثابت. خلاص انا شوف حفظت بالورقه والقلم واللسان والدماغ وكله عادي. وانت بتذاكر في البيت لو قافل على نفسك اوضه كده وحبيت تعلي صوتك شويه مفيش مانع. مش هيقولوا عليك في البيت ان الواد، هيقول الله يعينه. انا وانا في ثانويه عامه كنت بعمل كده. انا وانا في ثانويه عامه لما كنت بذاكر كيمياء وفيزياء واحياء والكلام ده كله كنت بعمل كده. وانا في كليه التجاره كنت بعمل كده. برضه عادي اقفل على نفسي اوضه ومفيش مانع، ان انا كان عندي كتاب اقتصاد قد كده وعندي كتاب المحاسبه كده اهو بالورقه والقلم. زائد اللسان. اشتغل. في طلبه بتذاكر بعينها بس، والله بقى حسب مقدار كل واحد، بس انا بقول لك من الافضل يعني انك تحرك مشاعرك عشان ما تتوهش، ما تسرحش، تبقى مركز. التركيز بيجي اكتر لما بتتكلم والقلم بيتكلم وبتشتغل. مش هتوه في مشكله، مش هتسرح في زميلك، في زميلتك، في زميلتك، ولا مش هتسرحش في حد. ولا في موقف حصل لك النهارده ولا كده، لا يعني خلي كل تركيزك وخلي عندك ايمان بربنا قبل كل حاجه. هتلاقي نفسك ماشي زي الفل. طيب يبقى المتغير 12000، الثابت يبقى كام؟ 12 من 30 يبقى كام؟ 18000 جنيه. ادي نقطه. اللي بعديها دي قال لي 8000 جنيه نصيب قسم التليفون والتليكس من التكاليف التسويقيه غير المباشره. 8000 جنيه تكاليف تسويقية، 8000 جنيه تكاليف تسويقية. لا وسابني، لا قال لي عندك متغير كذا ولا عندك ثابت كذا. يبقى في الحالة ده لهي لازم أفرق الاثنين عن بعضهم. الثابت كام والمتغير كام؟ قال لي المتغير 5000 جنيه، الثابت كام برضه؟ يبقى الباقي. أنا معايا 8000 جنيه،
يا باشمهندس سيد خد دول خمسة دول، ويا باشمهندس رأفت خد الباقي، يبقى الباقي كام؟ 3000 جنيه. يبقى كده على طول، يبقى انا فضت التمرين. وطبعا فاضل لكم اخر حاجه اللي هي نصيب قسم التليفون من التكاليف الاداريه والتمويليه. انا نفضت تمريني كله ان شاء الله. وقتنا بتاع الحلقه دي خلص. الحلقه اللي جايه هحل لك انا التمرين قدام عينيك بقى، بالقوائم بالشهادات بكل حاجه. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.